رجعنا مرة تانية ومشرفنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد قطب ناقد رياضي في اخبار الرياضة. مساء الخير عليك. مساء النور هشيمة. منورنا. ربنا يخليكي ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي. طيب عايزين النهارده طبعا نتكلم عن اللقاء الهام اللي هيكون قدام ان شاء الله الفريق الاثيوبي، لقاء النادي الاهلي في مستهل مشواره في دور ال 32 في البطوله الافريقيه في الموسم الجديد او في النسخه الجديده. شايف اللقاء ده ازاي؟ هو في ميزه كويسه جدا ان النادي الاهلي هيلعب اول بطوله، اول مباراه في افريقيا على ارضه، لان دي اول مباراه بالنسبه له في افريقيا، يعني هتحاول تخرجه بشكل كبير جدا من الحاله النفسيه اللي خلفتها مباراه الترجي في نهائي افريقيا. لان لو كانت المباراه خارج مصر مثلا، ولا قدر الله كان حقق نتيجه غير ايجابيه، كانت هتزود المعاناه بتاعت النادي الاهلي في افريقيا. فالميزه كويسه جدا ان النادي الاهلي هيحاول يخرج من اللي حصل في مباراه الترجي في افريقيا، في مباراه بطل اثيوبيا. يعني اتوقع ان المباراه هتكون ان شاء الله سهله على النادي الاهلي. عندك معلومات عن الفريق الاثيوبي اللي هو بطل اثيوبيا او بطل النسخه الماضيه من الدوري الاثيوبي؟ لان احنا سمعنا ان هو فريق قوي ويحترم، يعني منافس، يعني مش زي المنافسين. الكره في اثيوبيا عموما اتطورت بشكل كبير جدا. صحيح. وزي ما انت بتشوفي جيمس بيكلي لاعب لاعب بتروجيت عامل شغل كويس في الدوري المصري، وتاني احد هدافي الدوري يعتبر بسبع تجوان. فالكره في اثيوبيا بدات تتغير السنه اللي فاتت تقريبا، على ما اتذكر الزمالك خسر من ولادتش تقريبا. صحيح. كان اثيوبي برضه على ما اعتقد يعني. فالكره في اثيوبيا او الكره في افريقيا عموما اتغيرت يعني، اتطورت كثيرا. بنشوف اول اغسطس بيوصل لدور قبل النهائي، مع ان برضو الكره في غرب افريقيا او في شرق افريقيا مش هي برضو نفس قوه شمال افريقيا، لكن في بعض الانديه او بعض بتقدر المنتخبات بتطور نفسها، بتبدا بيجيبوا زي خبره من بره. صحيح. وبيحاولوا يطوروا الكره في افريقيا بشكل كبير، خصوصا ان احنا عارفين ان مالك كمان اول اغسطس هو يعني رجل ثري جدا وكان مهتم بفريقه زي مازيمبي بالظبط. ومازيمبي لما خد البطوله كذا مره كان في رجل اعمال هو اللي ماسك النادي بتاعه. فهم بيحاولوا يطوروا وبيحاولوا يدفعوا فلوس عشان خاطر يطوروا من الكوره طبعا. النادي الاهلي يحاول يتجاوز الكبوه الافريقيه اللي كانت في مباراه الترجي، وباذن الله ان شاء الله الاهلي يكسب فوز مستريح يريحه في مباراه العوده ان شاء الله. هل تتوقع ان كابتن محمد يوسف هيلعب بنفس التشكيل اللي بيلعب فيه في الدوري الممتاز في اللقاءات الاخيره، ولا هيغير التشكيل ده؟ بصي، هو تثبيت التشكيل مهم جدا. ممكن يكون في بعض التغييرات اللي ممكن لو احمد فتحي كان سليم ممكن يشارك، او محمد هاني ممكن يشارك في الجنب اليمين على حساب كريم ندفد مثلا. اعتقد ان لو في تغييرات هيبقى في اضيق الحدود، يعني مش هيبقى في تغييرات بشكل كبير. اعلم تماما ان الكابتن محمد يوسف من نوعيه المدربين اللي ما بتحبش تجدد في شكل الفرقه او في ال، بس احنا شفناه في الفتره اللي فاتت بيدي فرص للعيبه كتير قوي، كانوا مركونين على بيدي فرصه عشان خاطر يقدر يوصل للتوليفه اللي هو عايز يكمل بيها الفتره اللي جايه لحد ما يجيبوا مجلس اداره النادي يجيب مدرب جديد. فبيحاول على قد ما بيقدر ان هو يثبت بعض اللعيبه، يعني مثلا شفنا ناصر ماهر اساسي، شفنا كريم ندفت في بعض الماتشات اساسي، شفنا احمد علاء بقى اساسي، شفنا سعد سمير اساسي. صحيح. فبيحاول يثبت بعض اللعيبه في التشكيل مع وجود تغييرات بسيطه جدا، اللي هي ممكن يعني لو حد من المصابين رجع ممكن يلعبه في مكانه مثلا. يعني مثلا كريم ندفت الايام الماتشات اللي فاتت كان بيلعب باك يمين. صحيح. فلو محمد هاني رجع او كابتن احمد فتحي رجع هنلاقي احمد فتحي او محمد هاني في الجنب اليمين. فاتوقع ان شاء الله ان التشكيل هيبقى مش هيبقى فيه تغييرات كتيره يعني. صحيح. طيب لو جيت سالتك عن الثلاث يعني الفوز الثلاثه المتتاليين ورا بعض للنادي الاهلي في بطوله الدوري المصري الممتاز، شايف ان الفوز ثلاث مرات ورا بعض مدي للنادي الاهلي او للفريق او للعيبه ثقه زياده عشان يستعيدوا بيها روح الفانيله الحمراء زي ما بنقول؟ لا، هو اول ماتش الاهلي كسبه ده اللي عادل الثقه بشكل كبير يعني. يعني دوت شفناه كمان على في الماتشين اللي فاتوا تقريبا، كان اول ماتش الاهلي بيلعبه مع بتروجيت على ما اعتقد او الجونه. فده فرق كتيره جدا، فرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي اللي هو كان خارج زي ما قلت لحضرتك من هزيمه المقاولين، وقبلها كانت. صحيح. الترجي. فكان الموضوع بالنسبه لي من البطوله العربيه. صحيح. فكان محتاج النادي الاهلي ان هو يفوز باي شكل. انا شايف ان المرحله ديت الاداء مش مهم،
النادي الاهلي لازم يدور على الثلاث نقط بشكل كبير عشان يحاول يلحق يستعيد صح مكانه الصحيح في الترتيب، يلحق الناس اللي هي متقدمه او متصدره الدوري، او يدي شكل حتى كمان ان الدوري السنه دي هيبقى قوي، لان طبعا المنافسه بين غير اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري ما اعتقدش ان الدوري هيبقى شكله حلو من غير الانديه دي. ولو جيت سالتك عن الدوري بشكل عام، شايف ايه الجديد فيه في الموسم الحالي؟ انا مش شايف فيه اي جديد بصراحه، يعني انا انت مش شايف قوه منافسه اكتر؟ لغايه دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي هيقدر ان هو يعني يقتنص اللقب، ومين كمان اللي هيقدر يهبط في المشكله الحالي. ان اللعيبه ان الانديه كلها تحس ان كلها شبه بعض. يعني دلوقتي مثلا تلاقي الاهلي بيلاعب حرس الحدود، تلاقي الماتش صعب، مش الماتش بقى سهل زي الاول، او النادي الاهلي ينزل يكسب 3-4. الزمالك نفس القصه، بيلعب الداخليه تلاقي الداخليه لحد اخر دقيقه هو اللي كسبان، او هو اللي متعادل مع الزمالك والزمالك يكسب بالعافيه. فالدوري المره دي صعب جدا، يعني ما تعرفيش مين في منافسه اكبر بكتير من المواسم اللي فاتت، ما تعرفيش مين الفرق اللي ممكن تكسب في نتيجه الماتشات. صحيح، يعني ممكن تلاقي المصري بيلعب الاسماعيلي، المصري مستواه متذبذب، الاسماعيلي مستواه متذبذب، الاثنين بالنسبه لهم الماتش هيبقى صعب. تلاقي فريقين فايقين مثلا زي المقصه او زي طلائع الجيش بيلعبوا بعض، هتلاقي الماتش فيه شد وجذب من هنا، ما تعرفيش برده مين اللي هيكسب. فالدوري حلاوته في كده، يعني احسن ما نبقى قاعدين وعارفين نتيجه الماتش قبل ما تتلعب. يعني وبرده الموضوع ده بينطبق على الفرق اللي هي في نهايه صح في قاع الجدول، برضو حتى مين الفرق اللي هينزل محدش عارف. حتى الفرق لما انديه القاع لما بتلعب انديه القمه، زي ما شفنا زي ما بقول لحضرتك ماتش مثلا الزمالك وحرس الحدود، صحيح لحد اخر دقيقه الزمالك مغلوب واحد او متعادل 1-1، الزمالك جاب جون في اخر الماتش، ماتش الداخليه والزمالك لحد اخر دقيقه متعادل 1-1 وجاب جون في اخر الماتش. فالماتشات كلها صعبه، ماتش الاهلي والجونه، الجونه كان كسبان 1 وضيع اكتر من فرصه في الشوط الاولاني، الاهلي قدر ان هو يكسب. فكل الامور ديت بتحل الدوري يعني. اكيد طبعا. ابتدينا نسمع كلام كتير ان المنافسه في الدوري في الموسم الحالي هتكون منحصره ما بين نادي الزمالك وبيراميدز، ايه رايك في الكلام ده؟ واكيد طبعا ده كلام مش حقيقي، لان احنا شايفين ان النادي الاهلي لسه عنده مؤجلاته، وان شاء الله كل مباراه مؤجله ليه بيفوز بيها، وطبعا بيقترب اكتر لصداره الجدول. لا، ما كلام صعب، يعني ما اعتقدش ان في حد في الدنيا يقدر يقول ان الدوري مش قصه برضو من دلوقتي. ما اقدرش اقول او اخفي النادي الاهلي ان هو قوه كبيره في كاحد انديه القمه في مصر يعني. فان انا اقدر اقول ان حتى لو الاهلي مستواه مش كويس، فالاهلي عنده خبره ازاي يكسب. صحيح، يعني النادي الاهلي عنده خبره ازاي يكسب، لعيبته عنده، وده شفناه كتير قبل كده، والماتشات اللي فاتت اثبتت ده يعني. لا انا بتكلم كمان على مواسم كتير جدا كان النادي يعني الاهلي في التدريب، وفجاه بيرجع مره ثانيه وبيختنس اللقب على حساب اي منافس. وعلى النقيض خلينا برضه نكون معترفين ان الزمالك او بيراميدز مثلا مش الفرق اللي تقدر تكسب كل الماتشات، زي ما شفنا الزمالك كان كسبان 6 ماتشات لاعب الاتحاد خسر. فموضوع المكسب صار الزمالك عامل فرقه كويسه وماشي بشكل كويس في بطوله الدوري، لكن ما نقدرش نخفي دور النادي الاهلي ان هو بيقدر ازاي في البطولات اللي هي بتاعت النفس الطويل بمعنى اصح، بيقدر ان هو يستمر في المكسب يعني. لو اتكلمنا عن الخطوات اللي بياخدها النادي الاهلي حاليا في اعاده هيكله قطاع كره القدم في النادي الاهلي، طبعا اقاله باتريس كارتيرون ومدرب الاحمال، تعيين كابتن محمد يوسف كمدير فني مؤقت، تعيين كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره مؤقت، وطبعا مسؤول كمان عن ملف الكوره بشكل عام. المدير الفني القادم، هل المدير الفني القادم هو لاتيني؟ تساؤلات كتير جدا بتتقال في الفتره اللي فاتت. وكمان طبعا لو بنتكلم عن لو بنتكلم عن اعاده الهيكله في النادي الاهلي، فهتلاقي ناس برضو بتتكلم وبتنادي باستمرار كابتن محمد يوسف كمدير فني للنادي الاهلي في حاله ان هو كامل تكمل في النتائج طبعا اللي بيقدمها من 3 مباريات اللي فاتوا. للاسف بتنتقد او شايفه ان مجلس اداره الاهلي بيتخذ خطوات بطيئه. انا مش شايف الخطوات بطيئه، بالعكس انا شايف ان اللي بيحصل من مجلس اداره النادي الاهلي عين العقل زي ما بيقولوا، يعني ماشيين كل خطوه بخطوه. انا كمجلس اداره ما ينفعش ان انا اشيل جهاز كامل
واجيب جهاز كامل هيبدا من اول وجديد. صحيح. واحنا في نص موسم وكل المدربين الاجانب بيشترطوا ان هم لما ان هو يجيب كاست معاه مثلا او 3 4 او جهاز كامل. فانا صعب ان انا اشيل جهاز كامل وارجع احط جهاز كامل واحنا في وسط موسم. واحنا في وسط موسم معنى كده ان انت مش هتفكر في طول الدوري نص البطوله تضيع لو 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 ما لو ما كنتش هتخسر من اول مباراه. انت بتمشي بخطوات واحده واحده زي ما بيقولوا، زي ما احنا شفنا النادي الاهلي لما جاب باتريس كارترون وجاب الكابتن محمد يوسف كان بدا العجله تمشي شويه وبتاع لحد ما الاهلي خسر في البطوله العربيه وخسر في نهائي افريقيا. فكل الخطوات اللي بتتخذ من مجلس اداره النادي الاهلي انا من وجهه نظري خطوات سليمه، الناس ممكن تكون شايفاها بطيئه لكن هي فعلا خطوات مدروسه ماشيه بشكل كويس جدا. ان انت تبدا تجيب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، دخل عضو جديد في الجهاز الفني زي الكابتن عادل مصطفى. كل الامور دي انا شايفها امور صحيه. موضوع المدرب انا شايف ان النادي الاهلي عايز مدرب في الاول وفي الاخر تكون شخصيته قويه بالذات مع اللعيبه الصغيره اللي النادي الاهلي موجود فيها. فانا شايف ان الحته الاهلي دايما بيمشي مع الناحيه البرتغاليه شويه او الناحيه الاسبانيه او اللاتينيه كل الجنسيات ديت اعتقد ان هي او الالمانيه. طبعا كان في كلام طلع ان ستيف بروس هيمسك وتم نفي الكلام وتم نفي وانا من وجهه نظري ان مفيش اي جنسيه تنفع مع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي غير اللي هو اللاتيني او واحد بقى ارجنتيني او برتغالي او الماني، لان النادي الاهلي غالبا جرب كل الناس ديت ومفيش واحد فيهم ما نجحش معاه. صحيح. طيب لو اتكلمنا كمان على جانب اخر بقى في تطوير الكوره في النادي الاهلي او في اعاده هيكله قطاع الكوره في النادي الاهلي، طبعا لازم نتكلم عن الصفقات الجديده اللي حسمها النادي الاهلي بالفعل، محمد محمود ووحيد كمان. شفت الصفقات دي ازاي وشايف النادي الاهلي محتاج انه يدعم انهي مراكز كمان في الفتره اللي جايه؟ انا وجهه نظري النادي الاهلي محتاج باك يمين كويس. حتى لو الباك اليمين ده مش هيلعب دلوقتي فالسنتين اللي جايين الكابتن احمد فتحي طبعا احنا عايزينه يفضل في الملعب اكبر وقت ممكن، لكن هيجي وقت عليه وهيعتزل فضروري لازم يكون في باك يمين كويس. صحيح. لازم لاعب مساك يكون قوي ويكون قادر ان هو يسد الفراغ اللي احدثه سليف كوليبالي اللي هو لحد دلوقتي لسه ما قدمش اوراق اعتماده. لكن هو كان وجوده ضروره في الفتره اللي النادي الاهلي اتعاقد فيها معاه يعني. ولكن سليف كوليبالي برضو كان اختيار باتريس كارتيرون. ما انا بقول لحضرتك هو كان يعني هو اتعامل معاه قبل كده لما كان بيدرب في مازيمبي فهو عارفه كويس فهو جابه في الفتره اللي هو كان موجود فيها. لكن خلينا ما نهضمش الراجل حقه، لا الراجل ادى ما عليه في خلال الفتره اللي هو لعب فيها مع النادي الاهلي قبل اصابته طبعا. النادي الاهلي محتاج لاعب صانع العاب يكون عنده شخصيه قويه. طبعا ناصر ماهر لاعب كويس بس بس لسه قدامه فتره ان هو يقدر يشيل حجم يشيل نص ملعب النادي الاهلي زي ما كان ابو تريكه موجود او زي ما كان عبد الله السعيد. في صلاح جمعه. صلاح جمعه يعني اتمنى ان هو يرجع ان شاء الله يعني بإذن الله. انا اتمنى ان هو يرجع لان صالح هو للاسف هو اللي ضيع السنين اللي فاتت من عمره في الملاعب بشكل. هو برضو لو هنتكلم كمان عن موضوع عمره هو برضو لسه سنه صغير يعني. ما هنفضل نقول سنه صغير سنه صغير سنه صغير سنه صغير. بس بحسب بقى تصريحاته امبارح يعني معانا هنا في القناه يعني واضح ان صلاح جمعه يعني راجع بقى هو تقريبا حاليا دلوقتي 26 سنه او او او, أو كده. فهو مضيع مثلا نفسه من 22 سنه فعنده 4 سنين دول ضايعين كان ممكن يبقى صالح جمعه لحاجه ثانيه او في اكبر انديه اوروبا مثلا. كان ممكن من خلال النادي الاهلي اللي هو ما عرفش للاسف يستغل تواجده في النادي الاهلي ان هو يبقى حاجه غير صالح جمعه اللي هو دلوقتي، لان هو ممكن عشان يرجع تاني لفورمه المباريات هياخد له فتره. والفتره ديت مش هترجعه برده صالح جمعه اللي هو 22 سنه. فكل الامور ديت كان لازم صالح يحطها في اعتباره واتمنى ان شاء الله ان هو يبقى فعلا فتح صفحه جديده مع النادي الاهلي. هو ده اللي اكده امبارح وان شاء الله باذن الله يرجع من اول يناير بصوره مختلفه تماما. بغض النظر عن مركز صانع الالعاب، شايف ايه كمان المركز اللي محتاجه ان هي تدعم ضروري في انتقالات يناير القادمه؟ هو طبعا نص الملعب في الديفندر برضو النادي الاهلي محتاج حد جنب هشام محمد وعمرو السوليه. لان شايف مين موجود في الدوري المصري
ممكن يتم التعاقد معاه؟ والله يعني هو في محمد اشرف روقه بصراحه، بس هو للاسف يعني هو معاقب، ده انا بحبه جدا. لاعب متميز في وسط الملعب. صحيح. النادي الاهلي ممكن يجيب اللاعب الافريقي بتاع الترجي دوت اللي هو فرانكوم دوت، بصراحه نص ملعب ملوش حل، كاتفيندر. لو ما فيش حد في الدوري المصري، في الدوري المصري بالشكل اللي النادي الاهلي عايزه، اتمنى ان هو النادي الاهلي يدور على حد بره. النادي الاهلي ممكن يستغل القرار بتاع اعتبار اللعيبه بتاعه شمال افريقيا لعيبه مصريين. النادي الاهلي عنده اثنين، علي معلول ووليد ازارو، اعتقد انها هتدي فرصه كبيره جدا ان النادي الاهلي يتعاقد مع اثنين او ثلاثه لعيبه افارقه تانيين. كل الامور ديت النادي الاهلي يقدر يبحث عنها، بس طبعا ده مرتبط للاسف بقرار اتحاد الكوره، يعني في تونس طبقوه، لكن في مصر لسه ما طبقوش يعني. فاعتقد هي ديت مع عمليه الاحلال والتجديد دي ضروريه يعني. النهارده شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته بيتكلم وبينفي عن اي اخبار اتقالت في الوقت اللي فات عن رحيل علي معلول عن صفوف النادي الاهلي في الانتقالات القادمه او في الموسم القادم. لا، علي معلول بصراحه احد الركائز المهمه جدا في النادي الاهلي يعني. صحيح، هو ده اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني علي معلول لو كان موجود في ماتش الترجي اعتقد كان اكيد فرق كثير، كان الموضوع اختلف يعني 90 درجه. يعني وليد ازارو مش قوي لسبب ان هو، انا كنت شايف ان الافضل ليه ان هو فعلا ما يروحش. بعد بصراحه بعد اللي صدر منه هنا في مصر، اعتقد كانت الامور بالنسبه له في تونس هتبقى صعبه جدا. احنا شفنا طبعا الجمهور عمل ايه قبل هو ما هو ما راحش برده، ولاعب اخر اتصاب بثمان غرز في راسه فانا كنت فعلا يعني كان قرار صائب من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يتخذ قرار بعدم مروحه يعني، حتى لو كان الاهلي، لكن النادي الاهلي يوميها ما كانش ازارو بس اللي كان غايب، كان يعتبر الفرقه كلها ما كانتش في حاله كويسه. رغم ان هو بعدها يمكن اسبوع لعب ماتش ودي مع منتخب في تونس، لعب في تونس، بس كان خلاص بقى هما خلاص خدوا البطوله اللي هما عايزينها، فمش الموضوع ما كانش فيه احتقان. والموضوع بيقى. مش هيبقى فيه يعني احتقان بالنادي ونادي عن منتخب. صحيح. ومنتخب يعني. طيب انت مثلا الموسم الحالي من الدوري الممتاز، شفت مين من اللعيبه في الدوري المصري محليا لفتوا نظرك جدا؟ محمد محمود ده لاعب كويس طبعا، محمود وحيد طبعا، جون انطوي، في اوباما محليا اللي هو مصري يعني، في اوباما، في كهربا برضو ماشي كويس. صحيح. في لاعب اسمه محمد شبراوي اللي هو بتاع الجونه اللي هو جاله صليبي، ده نتمنى له لاعب كويس جدا. في زولا بتاع بتروجيت ده بيعجبني جدا برضو. في من الاهلي طبعا احمد علاء، بصراحه يعني دفاع حلو جدا، عاجبني ستايله حلو، لو خد فرصه وكمل وخد الثقه هيفرق كتير جدا مع دفاع النادي الاهلي. وليد سليمان، لا وليد سليمان ده عايز حلقه لوحده بصراحه يعني. بصراحه يعني بيثبت كل يوم من التاني ان كلامه لما كان في بتروجيت ان هو مش هيلعب في مكان غير النادي الاهلي، هو بيثبته دلوقتي مليون المية، حتى هو قرب ان هو يعتزل يعني. صحيح. وليد سليمان لا يعني، شفت ازاي قرار اتحاد الكورة او الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول بعدم انضمام وليد سليمان للمعسكرات اللي فاتت من منتخبنا الوطني الاول؟ بصي، موضوع المنتخب يعني انا بصراحه مش عارف له فلسفه يعني. على اي اساس بيتم اختيار اللعيبه؟ صحيح. يعني وشفت ازاي التصريحات اللي بتتكلم عن معدل اعمار اللعيبه وان هم عايزين ينزلوا بالمعدل الاعمار عشان طبعا البطوله القادمه او كاس العالم القادم في 2022؟ كل ده كويس جدا، انا مع ده، بس انا لازم عشان اعمل ده، بس احنا شفنا مثلا المنتخب بيضم احمد علي لاعب عنده 31 واحمد سنة. المحمدي، احمد المحمدي 34 او 33، فين بقى؟ ما ده لسه كنت لسه هقوله لك يعني. لازم يبقى في عمليه الاحلال والتجديد، لازم ما تسيبش فراغ. صح. يعني لازم يكون زي ما في شباب في خبره، في خبره. صحيح. بس هل عشان خاطر مركز وليد سليمان في مركزه كذا حد يعني سليمان ممكن زي صلاح، فاستحاله هتلعبي وليد سليمان على صلاح، على محمد صلاح بيلعب في نص الملعب مثلا، في كذا لاعب ممكن وليد ممكن ما يلعبش صانع العاب. هم ممكن يكونوا شايفين وليد في مكان معين او في مركز معين، ده المركز ده موجود. فانا موضوع الحسابات بتاعت اختيارات المنتخب دي انا بصراحه ما اقدرش ان انا. طب لو اتكلمنا عن المنتخب بشكل عام، شفت مين تم استدعائه لمعسكرات المنتخب في الفتره اللي فاتت وما كانش اصلا يستحق ان هو ينضم للمنتخب؟
عمرو ورده. بس عمرو ورده كان مأدي الموسم اللي فات كويس قوي في الدوري اليوناني. يمكن الموسم ده ما بيلعبش لان في عنده مشاكل مع المدير الفني لفريقه. بصي انا دايما يعني اللاعب اللي بيبقى عليه مشاكل انا لازم ابعد عنه كمدير فني. عمرو ورده من ساعه ما مشي من النادي الاهلي هو في مشاكل. في اي مرحله من مراحل الاحتراف اللي هو لعب فيها كل ما بيروح نادي بيعمل مشاكل. بس على برضو عمرو ورده كان من ابرز لعيبه منتخبنا في كاس العالم يعني. ما هو عشان خاطر بيلعبه هو عايز حد يجري. هو كوبر بيلعب كان بيلعب بفلسفه ان هو عايز حد يجري وخلاص من غير اي فكر بقى. ما كان بيلعبه هجوم. عمرو ورده بيلعب هجوم فكوبر ما عليهوش حرج في اي حاجه يعني. هو احنا اي حاجه كنا بنمشي وراه وخلاص. لكن انا مش شايف ان عمرو ورده مفيد يعني. لو هو بيلعب وسط ملعب يعني ما جابش جول مثلا مع المنتخب او عمل اسيست للاعب افاد اللي بيعمله ان هو ممكن يقطع كوره يلعب كوره في نص الملعب ده دوره في الملعب يعني. لكن ممكن مثلا مين تاني ممكن اقدر اقول انه انا مش شايف ان احمد المحمدي بصراحه خلاص كان المفروض كفايه عليه يعني. انا شايف ان احمد فتحي احسن منه. يعني انا شايف وجهه نظري ان احمد فتحي في الجنب اليمين افضل كتير من علي غزال مثلا. انا مش شايف ليه دور في المنتخب. انا بتكلم بصراحه يعني ما مش شايف ان هو ليه دور يعني. محترف وكل حاجه وعلى راسي بس يعني. ايه دوره؟ خليني بقى اسالك العكس، مين اللي شايفه ان هو اتظلم بعدم انضمامه لمنتخبنا الوطني او اول معسكرات منتخبنا الوطني الاول بغض النظر طبعا عن وليد سليمان، لكن هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم حوارنا مع أستاذ محمد قطب ناقد الرياضي في أخبار الرياضة. كنا بنتكلم قبل ما نطلع للفاصل مين اللي شفته أنه كان يستحق أن هو ينضم للمنتخب ولكن ظلم بعدم انضمامه. هو يعني حسين الشحات كان ممكن يبقى موجود، بس هو بيبقى موجود بس للأسف ما بياخدش فرصة بشكل كبير يعني. أنا شايف ان حسين لو خد فرصه ان هو ياخد او يتاقلم على وجوده في المنتخب. حسين الشحات دلوقتي بيعاني مع فريقه الامارات الاماراتي وصاد الفريق النيوزيلندي ولينغتون بهزيمه 3-1 لم ينتهي اللقاء حتى الان. صحيح يعني. يمكن الشوط الاول بس انتهى 3-1. اعتقد ان الشوط الثاني هيبقى فيه كلام مع الفريق الاماراتي يعني ياريت. باذن الله. ان شاء الله انا متوقع كل كده كل التوفيق ان شاء الله لنجمنا المصري حسين الشحات. فطبعا وجوده كان وياخد فرصه رغم ان حسين صغير وكل حاجه، بس انا شايف ان هو ياخد فرصه اكبر من كده يعني. ان هو ياخد فرصته الكامله يعني ما يكونش موجود لمجرد يعني. انا شايف ان هو يعني مؤثر عن عمرو ورده يعني. زي ما بقول لحضرتك ان هو كان انضمامه مش مع انضمامه للمنتخب يعني. لكن في اوباما برضو ممكن ياخد فرصه. اتمنى عوده كهربا برضو بدا يتغير بشكل كبير. صحيح بدا يكون مؤثر مع فريقه. انا وجهه نظري ان صلاح محسن اتمنى ان هو ياخد الفرصه الاكبر زي ما حسين الشحات برضو. ممكن صلاح محسن في ناصر ماهر. نصر ماهر ماشي بس يعني لسه برضو الى حد ما محتاج المديد من الخبره. صحيح يعني يديله شويه في شويه يعني. في عمرو السوليه المفروض يبقى متواجد في المنتخب بشكل اكبر من كده. كلاعب في نص الملعب هيبقى شكل برضو هيفرق شويه مع المنتخب. ما اعتقدش ان في حد تاني ممكن يبقى عليه خلاف ان هو ما بينضمش يعني. لكن هم دول الابرز يعتبر في الدوري المصري يعني. اكيد. طيب نروح بقى للقاء امبارح ليفربول ونابولي في الشامبيونز ليج وفوز ليفربول بهدف محمد صلاح نجمنا المصري. شفت اللقاء ده ازاي امبارح؟ طبعا هو كان ماتش صعب يعني. بس للاسف هو ليفربول اللي صعبه على نفسه. يمكن انا كنت لسه بقول لحد من صحابي اللي قبل الاستوديو بقول له لو كان ليفربول دخل فيه الجون الاخير بتاع نابولي الكره اللي ضاعت اللي صدها اليكسون كانت الجماهير ممكن ما كانتش طلعت ساديو ماني من الملعب يعني. فهو ربنا كتب له عمر جديد ان ليفربول كسب يعني، لان ساديو ماني لوحده مضيع 3-4 اجوان يعني. فكانوا هيبقوا كفيله ان ليفربول حتى لو دخل فيه جون كان الموضوع بالنسبه له هيبقى سهل يعني. كان ممكن تتعمل نتيجه امبارح اكبر من النتيجه اللي عملها ليفربول مع روما. اكيد. فالحمد لله ان الكره الاخرانيه ديت ما دخلتش يعني وليفربول صعد يعني. ليفربول انا شايف ان هو
صعبها برضو على نفسه في الماتش بتاع النجم الاحمر اللي هو اللي خسره دوت، وخسر في اخر دقيقه من نابولي في ايطاليا. فهو برضو اللي دخل نفسه في دوامه يعني. بس طبعا كله عشان محمد صلاح يعني، فكلنا بنشجع ليفربول يعني. اكيد. طيب عمرو طارق لاعب اولاندو الامريكي اللي اتنقل حديثا لفريق نيويورك ريد بولز الامريكي، برضه كنت انتقاله ازاي؟ وهل كنت حابب ان هو ينتقل لدوري اخر غير الدوري الامريكي؟ انا كان نفسي يجي في الاهلي بصراحه. يعني هو انا يعني انا ما بعترفش بالدوريات اللي هي الامريكا امريكا نيوزيلندا ماليزيا، الحاجات دي انا شايفها جديده في الكوره يعني. هم بيجيبوا نجوم وكل حاجه، بس النجوم بيجيبوا النجوم دايما قبل ما يعتزلوا، النجوم الميته بمعنى صح. النجوم هي قبل ما تموت بمعنى صح يعني. فلا انا شايف ان عمرو كان يتواجد في حتى يبقى تحت عين اجيري يعني، كان هيبقى تحت عينه ان هو لما يلعب في اهلي او يلعب في زمالك او في الكلام دوت الموضوع هيختلف معاه يعني. هيبدا يلعب في افريقيا لان هو دايما الدوري الامريكي دوري معتمد على القوه والسرعه بس يعني، ما فيهوش مهاره، ما فيهوش نديه، مش متشاف بمعنى اصح يعني. انما هو اكيد حابب وجوده في بره مصر يعني. صحيح. واكيد طبعا الدوري الامريكي بيتطور سنه عن سنه وموسم عن موسم، يمكن يكون من الدوريات المهمه برضو. بس هو للاسف ما بيلعبش بطولات قاريه يعني. هو ما بيلعبش بطوله قاريه مثلا. صحيح. ان حد يتكلم ان حد في امريكا هيلعب في بطوله كاس العالم للانديه مثلا، دي ما شفناهاش مثلا. فهي الامور بالنسبه له اكيد هو بيحسبها برضو حسابات تانية اكيد احنا ما نعرفهاش يعني. استاذ محمد قطب نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام.